تمام، دي قاعدة بيانات ممكن تديك صور الناس عملوا وعمل جنريت للصورة، بحيث ان انت ممكن تاخد برومت مثل معين. يعني على سبيل المثال، لو انا بفكر ان انا عايز ارسم تفاحة بس مش عارف ايه الكلمات اللي ممكن اكتبها جنب كلمة تفاحة، فهكتب ابل وادوس انتر، ويبدأ يجيب لي مثلا صورة زي كده. فانت تقرأ البرومت اللي اتكتب عشان يطلع الصورة ديت، تمام. ممكن تاخدها تحطها في الميد جورني، او تحطها في اي موقع مشابه زي ديل اي. طيب خلينا نشوف مثلا كلمة تانية، وليكن مثلا هاوس، وتدوس انتر، فجاب لك شوية صور هم كتار. ممكن اي صورة فيهم تدوس عليها وتبدأ تشوف ايه البرومت اللي اتكتب اهو. تقدر تاخده وتحطه في اي مثلا ميد جورني او اي حاجة تانية. وفي اتجاهات اهيت مثلا لايت هاوس، يبدأ يجيب لك اللايت هاوس.